في أول فصل الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه، وكنا قرأنا في الدرس الماضي الأحاديث الأولى منه فنتابع ما بقي من أحاديث هذا الفصل. الحديث الرابع أول هذا الدرس، أما الذي قبله فقد تجاوزناه لضعفه. الحديث الرابع هو قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وعاتق رقبة. رواه ابن حبان في صحيح. هذا الحديث كالأحاديث السابقة في هذا الفصل مما سبق لبعض الدروس القديمة وتكلمنا عليها هناك، فلا حاجة بنا لإعادة الكلام عليه. ومثله أيضا الحديث التالي، فنذكركم به ثم ننتقل إلى الحديث الذي بعده. قال وعنه يعني أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه، وتقدم هو وغيره بالعيادة. لكني أذكر هنا بشيء مختصر، وهو قوله عليه السلام في هذا الحديث: واتبعوا الجنائز. أتبعه المصنف في الحديث التالي عن أبي هريرة، وفيه بيان لهذه الفقرة من حديث أبي سعيد، وهو قوله عليه السلام: واتبعوا الجنائز، في بيان من حيث أنه يوضح الحديث التالي أن اتباع الجنائز يكون على مرحلتين: الأولى من بيتها إلى المسجد أو إلى المصلى للصلاة عليها، والمرحلة الأخرى وهي الأتم أيضا يتابع تشييع الجنازة من بعد الصلاة عليها إلى أن يحضر دفنها. فالحديث التالي يبين الفرق في الأجر والفضل بين المرحلة الأولى والمرحلة الأخرى كما ستسمعونه واضحا. قال: